الصحافة أنصفتك ولا ليه؟ فاش؟ اللي كتبتوا عليك الصحافة في تونس قبل لما تو صرنا الصحافة اللي فما فما ما عادش فما واحد ينجم يكذب ولا يزور. قبل الصحافة كانت فما تمجيد وكذا، متى الصحافة تبدلت برشا وأنت ديجا صحافي معناها. باهي هاو باش نعطيك بعض المقالات اللي تكتبت عليك في الصحافة. والله لا عندي حتى فكرة ما هي. باهي هذا كافون بائع متجول يهدم معبد الأغنية التونسية، هذا في المدن. بائع متجول هدمت المعبد نتاع الأغنية التونسية. دخلها بائع متجول، معلش المقصد معناها احترامات البائعين المتجولين. اللي كتب الارتيكل هذا اش تقصد بائع متجول؟ اللي انت بديت بائع متجول معناها؟ ايه انا خدمت بارتو ما كانش نجم يقول سلام. علاه اليوم انت تستعار منها بائع متجول؟ ليه يا ودي عادي انا توا حتى في الاوروب من بائع متجول. وين بالعكس معناتها من انسان بسيط. انا شلون في مخه علاش كتب هكاك؟ معبد الاغنيه التونسيه؟ ايه ما في باليش عندهم معبد، ما عندها معبد الاغنيه التونسيه. في باليش. وهذوما الكل اللي غنيوا في غناء الموتى معناها فهمني يكتبوا معناها اللي الاكثريتهم حاشا ما يسال فما عباد تعمل في انتاج عليه مش صحيح. إيه الاكثريه مش صحيح. الاكثريه هذيك علاش تغزل عليهم؟ علاش ما تغزلش عليهم؟ علاش منرفز عليهم؟ علاش متقلق منهم؟ يحب يردني منرفز منرفز عليهم. انت هذيا زدتها توا انت حطيت لي غادي ارتيكل قاعد نجاوب عليه. قلت لي غنيوا في غنيات الموتى مش الكل، اي فنان عنده غنيتين ثلاثه على الاقل سكسيات نتاعو. اخي انت ما جبتش برشا بنات تحكي غنيات الموتى اربع ساعات تشكر في الروبه وفي المكياج وبعد روحت والعباد تتفرج يا زياد سيبنا عاد. شكون بربي سميلي شكون؟ اخويا غالط سميلي شكون؟ يا اخويا عايش في معبد الاغنيه تتبلى عليا؟ يا زياد باش فيه؟ حاطي تصويره من 2012 2020 عندنا. ما احلاك في التصوير هذا؟ ما احلاني حتى توز. نقول لك حاجه والله هنا احلى. فمن عندهم بصمه عندنا في تونس تقول لطفي بوشناق تقول صابر رباك تقول زياد غرس هذوما ثلاثه عندهم بصمه هذوما تقول لي الاغنيه التونسيه اي وما هدمتهمش انا هذوما ثلاثه هذوما مازالوا قويين احكي لي على هذوما ثلاثه اي كاليبر هذا تحكي لي على نقطه على السطر اعطيني ايات سامي هات صوفيا صادق امينه فاخت الفا بن رمضان نجات عطيه هذوما ما تقارن فيهم بالثلاثه اللي سميتهم لك تو تحب تعركني معاهم الكل انت انا قلت لك قلت لك لطفي بوشناق وصابر الرباعي وزياد غرسه امينه فاخت امينه فاخت ابدا في السين تبدع كذا امينه ماهيش ما نجدش ما عندهمش انتاج لتوا هذوما نسميك فيهم يخدموا لتوا عايش خويا هادي صابر لتوا يهبط ولطفي لتوا يهبط الاخرين عندهم اكثر من خمسه سنين ما هبطوش غنيه تحكي عليهم توا يهديك ربي توا باش تحطي مع الفنانين توا ناقص مشاكل انا بالله يا خويا ما نعرفش نغني صافا هكا معناتها دورنا دورنا باش تدخل ما نعرفش دبرت راسي وجيت بالزهر لهنا كافون اذر بالذوق العام والفنانين ولا يقولوها لك صراحه كيفاش ذريت؟ توا كي تسمع انت الاغنيات اللي غنيتهم الكل شيخه شيخه هي كلهم شيخه حتى عبد الحليم غنى على الشيخ حتى سكون سلاح مصباح الفنان القدير سلاح مصباح كافون وشباشير اذر بالذوق العام انا ما نحبش نحكي عليه سلاح خاطر ولده صبري صاحبي وماذا بيا ما نحبش نحكي معاه جمله وما نحبش نحكي عليه جمله ونقدره برشا ونحترمه انسى انسى الشخص لا لا شد لا التصريح لا. منحبش انسى منحبش. الشخص ما نحبش انسى الشخص ما نحبش يا خو صبري وخي انا بي بي انسى الشخص شد التصريح كافون اذر بالذوق العام كافون نحيو التصويره نحيو التصويره فما فنان فما برشا فنانين جايبني من قبيله اذر بالذوق العام اش بيني انا حاق حرشتهم باش يحرقوا ولا قلت لهم بطلوا من القرايه ولا علمتهم فهمني الشيخه ولا فسر لي ولا فسر لي بالضبط اش عملت لهم كافون اذر بالذوق العام يغني وتغني على الشيخه وهذا يقلقهم غنيت كان على الشيخه انا شديتي في الشيخه في الشيخه عندي اي انا حبيت نعمل زون شيخ لعبيد يا خويا نغني على الشيخه انت شو مش قلت خاطر عندي غنايات سنتيمون تاع حب وعشق وغرام با حجملهم عندي غنايات غنيت على السيستيم كيما قبي قبي كيما شق شق كل عداهم كيما حمش هدي في الشيخه شيخه شيخه اكثر اغنيه ضربت لك شنو هي؟ في حياتي؟ ايه والله ما عادش نعدل توا سي نحسب لك انا صلي على النبي خليها بستر ترابط اللهم صلي وسلم ندور صحن دور صحن ارتيكل اخر يا زلت شادت برا هي طيب من قتل كفاه؟ اشرب
مش تحبني نحكي. من قتل كافون؟ شو يقصدوا بالارتيكل؟ بكش يقصد تقل حاجة فيا، تقلت حاجة فيا. لا، لهنا يحكي على بعض المواقع اللي كل عام. هذيك تعمل اكسيدون في ثنية. لا، هذيا عزيزي حاول ينتحر، حاول الانتحار في شقته بجهة أريانا. أنا عندي شقة في أريانا؟ هذا الأخبار. هذه مني جاتي داري في المدينة الجديدة. مش مهزني لأريانا. قديش من مرة قتلوك كافون؟ برشا مرات. هل فكرت مرة في الانتحار كافون؟ علاش باش ننتحر خويا؟ عندي قضايا، عندي شنو عندي؟ ما عندي شيء باش خليني ننتحر. عمرها ما جات الفكرة وما تجيش، مؤمن ربي بربي أنا. ونعم بالله. مؤمن بربي يا ودي. المقال الأخير. نزلت مكبش. صباح، عجبني المقال هذا. قال لماذا لم نصغي لكافون؟ وقت اللي غنى الوزير عايش في خير. عدل عليك جبت حاجة باهية، وأنت شديتي في شيخة شيخة شيخة. هاو عا مقال، هاو قالوا براي. ميرسي يا الفاظ. شلون باش نختار لك المقالات كما تحب أنت؟ يختار على كيفك أنت باش نختارك على اختار على كيفك أنت وخرجني سمبول نتاع شيخة ونديري هذوما اللي يتفرجوا أنا اللي وريتهم. صلي على النبي، راك في تونس بلاد الشيخة. أنت يا أخي بلاد الشيخة تونس أخي نحن في بربي. حبوا الجو حبوا الجو ونسيموا رمضان وفي العيد نذبحوا ونصليوا ونعملوهم الكل مع بعضهم وهذيك رحنا جينا هكاك بلوس ما ضريتش كذا. لماذا لم نصغي لكافون؟ لهنا وقت اللي كافون قال الوزير عايش في خير، ووقت اللي قال التعليم قبي قبي والقضاء قبي قبي والإعلام قبي قبي، ضحكوا عليه وقالوا لا. قال لك لا، اللي قالوا كافون من سنوات طلع صحيح. هل كنا محتاجين انه يطلع كافون يقول لنا ونحن لم نصغي لكافون؟ ما سمعناكش. هنا صاحب المقال كانه معناتها سي وجيه الوافي كانه باش يقول لك يا كافون راك على حق واحنا ما سمعناكش، احنا غالطين فيك. هاك اخويا زيد شوف قول شكون فيكم مرتاح تلقاها غنيت حكيت على حاجات اخرين صايره تو. ما عادش تغني حاجات هكا بدل الاخرى. حكيتهم الكل هذي.